حلقة مليانة إيمان ورجاء. ميرا الصوفانية امرأة سورية ذاع صيتها بكل المنطقة والعالم من سنة 1982. هي اللي رشحت بكية زيت. لما عملنا فرد الصلاة رشحوا إيدي زيت، خوفتني كتير. هي يلي ظهرت علي العذراء. حس بإيد وعم تدفعني. شو شفت؟ أصعب سؤال وأسهل سؤال. هي يلي ظهر على جسمها جروحات المسيح. إيدين ورجلين وخاصرتي ورأسي، هون المعجزة. خلينا نستقبل نحن وياكم الفنان الكبير طوني حلق. نو لا شفت العذراء شكتها هيك. عمالك علي مثلي مثلك الأربعة عشرة إلا تلت المساء على MTV.